عصام يوسف. مشاهدينا الكرام وضيوفنا عبر الانترنت واصحابنا في كل مكان في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الثاني من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب افضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة في بطولة العباقرة أصحاب هتساوي مبلغ نقدي. في مرحلة المجموعات كل نقطة ب 1500 جنيه وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لرعاية أبطال مصر الرياضيين. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 1,920,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. أول فريق مشرفنا في الاستوديو بيمثل وجه بحري، فريق مهم جدا. نرحب كلنا بفريق في آي بي. أول مرة أشارك في برنامج العباقرة، تعرفت على أصحابي من مسابقات إبداع تبع الجامعة وإن شاء الله نقدم موسم كويس. طبعاً لما دخلت استوديو العباقرة حسيت بالخوف والتوتر شوية، بس طبعاً معايا فريق يعني هو ده اللي سديد ومدعمني، بس إن شاء الله ما ندخل في الحلقة توتر بإذن الله يقل. بالنسبة لي دي مش أول مرة أشارك في العباقرة، لأني شاركت في العباقرة الموسم الأول والثاني جامعات مع جامعة عين شمس. بالنسبة لي الموسم ده هيكون مختلف لأن العباقرة أصحاب، ما بعد التخرج التنشنة والتوتر والخوف قل بنسبة كبيرة. أنا أول مرة أشترك في العباقرة، العباقرة أصحاب، لما كلموني أرجو إن شاء الله إن أنا أكون داعم للفريق في المعلومات التاريخية والمعلومات العامة، وإحنا جروب متكامل كل واحد فينا مميز في شيء، إن شاء الله نعمل موسم كويس. بي آي بي حمد الله على السلامة. الله يسلم حضرتك. مين صاحب اختيار الاسم؟ هو صاحب اختيار الاسم احتياطي معانا في الفريق، بس أول كان اختار الاسم فجأة عجبنا كفريق فاخترناه. اسم حلو فعلا ومميز. أحمد محرم أنت كابتن الفريق، مع أن معاك أستاذك جميل جدا. بص العباقرة أصحاب مستوا في إيه؟ الأعمار بتختلف، يعني الأستاذ مبروك كان بيدرس لك أكيد، فحلو جدا أن الأستاذ والتلميذ بقوا فريق واحد. احكي لي كنت بتدرس له إيه؟ أدرس له جغرافيا وجيولوجيا. وكان شاطر؟ جيد. جيد ما قالش كويس. هنشوف مستواه اتحسن ولا لا. عنده عزيمة. عنده عزيمة ودي مهمة جدا تميزه. يعني نقدر نقول جوكر في الجغرافيا يا أحمد؟ لا، ممكن نروح بيه. ممكن نروح بيه. يا نهار أبيض، ده مقرر. لسه أول ماتش، فطبعا لازم ناخد لسه على الأجواء وكده، فطبعا صعب ناخد الجوكر. أنت مش محتاج تاخد على الأجواء، أنت جنبك ياسمين رجب بطلة من أبطال جامعة عين شمس. مش للدرجات يا مستر عصام. لا إزاي، أنت شاركتي وعندك خبرة و... لا إزاي، أنا شاركنا مع بعض في إبداع 8، كنت أنا مع جامعة المنصورة محمد عزيز وميرنا محسن. فيعني طبعا ميرنا محسن ومحمد عزيز دول أبطالنا. محمد عزيز عنده كاسين، كاس طالب مثالي وكاس أفضل لاعب، وميرنا عندها كاس طالب مثالي. نحييهم هما الاثنين، محمد عزيز وميرنا محسن. داليا قلقانة؟ أكيد باين عليكي. واحمد محرم قبل ما ندخل على الاستوديو كان قلقان جدا. قلقان من ايه؟ انت جاي تستمتع بالتجربه، مفيش مشكله خالص. داليا ازيك يا داليا؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ قولي لي احساسك ايه وانت بتشاركي مع العباقره؟ اكيد فرحانه جدا بس متوتره. متوتره من ايه؟ ده انت عندك سي في جبار. ميرسي. ربنا يخلي حضرتك. يعني العاب قوه وثب طويل، يعني عندك سي في سي في. احكي لي لقب الطالبه المثاليه. أنا في 2019 شاركت على مستوى الكلية في مسابقة الطالبة المثالية، وكان نفسي أخدها على مستوى الكلية. هما بياخدوا أول مركز يصعد على مستوى الجامعة، ففي 2019 خدت مركز تاني فما صعدتش. حاولت أشارك في أنشطة أكتر عشان يبقى عندي خبرة أكتر، وفعلا شاركت وكان نفسي أخدها على مستوى الكلية بس وأخدتها على مستوى الجامعة. مبروك عليكي. ربنا يبارك في حضرتك. معانا داليا حصلت على لقب الطالبه المثاليه وياسمين رجب كمان، ما بننساش.
كمان حصلت على لقب الطالبة المثالية في جامعة عين شمس، وده لقب مسة، نحييهم هما الاثنين. فريق في اي بي استعديتوا؟ مجموعتكو مش سهلة أكيد، أول مباراة ليكو، بتمنى لكو كل التوفيق. نحيي كلنا فريق في اي بي. أما الفريق تاني صاحب الخبرة والشغف، عندهم مهمة مش سهلة، نرحب كلنا فريق كوماندوز. حبيت جدا اشترك في برنامج العباقرة، فكرته حلوة قوي وبدأ ناس كتير قوي تبقى بتتكلم عنه، ومن كتر حماسي للموضوع شجعت صاحبتي مروة ان هي تشترك معايا في البرنامج، ومروة لقيتها اتحمست بسرعة جدا وقالت لي انا معاكي. بدأنا احنا الاثنين نقرأ كتير ونذاكر كتير ومتحمسين جدا، وان شاء الله نأدي اداء قوي ان شاء الله في البرنامج. انا كنت اشتركت في الموسم الاول اصحاب، والحمد لله اخدت اللاعب المثالي. حبيت ان انا اخد التجربه مره تانية، الحمد لله استعدينا كويس، وان شاء الله نوصل للفريق لابعد نقطه. انا اول مره اشارك في برنامج مسابقات، ومتحمسه قوي ان انا ابقى جزء من تيم في برنامج العباقره، وان شاء الله نادي كويس ونستفيد بالتجربه والمعلومات العامه في البرنامج. انا متابع البرنامج من زمان، كان نفسي ان انا اشارك وخدت الخطوة الحمد لله ان احنا قدمت وقدرت اكون فريق قوي. انا اخترت اسم فريق كوماندوز، اسم فيه قوة، لان احنا داخلين الموضوع بجد وداخلين نسبة نفسنا وداخلين نأدي اداء قوي ومشرف باذن الله. كوماندوز الاسم القوي ده، احنا عندنا في الموسم ده اسماء دماء خفيف او الجيش الابيض ومافيا وكوماندوز، يعني حاجة عظيمة. يعني احكولي مين صعب الاسم؟ انا جيت لقيتهم كوماندوز. محمد اللي فعلا صاحب الاسم الاول. عاصم شجعني. عاصم شجعني. اسم تاني خالص في الاول. طبعا اول حاجه لازم نرحب بعاصم اللاعب المثالي في الموسم الاول لعباقره الاصحاب، لازم نحييه طبعا. ده لقب الاحب الى قلبي، كاس الاديب الراحل عبد التواب يوسف عند عاصم في البيت. محطوط فين بقى؟ عندي مكتبة صغيرة كده حطيتها قافل عليها، محدش بيخشها خالص. لا بالعكس، المفروض يتحط في مكان حلو بس تتفرج عليه. بس المشكلة في عمر، يعني لا خطر جدا. عمر مقلق جدا، رمية كورة ولا حاجة نخسر الكاس. لا حافظ عليه، ده ذكرى مهمة وعظيمة جدا. يعني انا بعتز بيه جدا بجد، كانت احسن حاجة يعني حصلت لي من فترة طويلة بصراحة الكاس دوت، وعشان كده انا بحبه جدا جدا جدا. يعني عشان كده بترجع تاني، تحب البرنامج وبترجع تاني. برجع ان شاء الله احتفظ بيه. ما هو هيحتفظ بالكاس، ما هو عنده كاس في تاني. كاس تاني ان شاء الله. بص بقى، الموسم ده موسم صعب جدا. اوعى تتخيل ان الوصول للمباراه النهائيه هيبقى سهل. لا، رشا، ازيك يا رشا؟ الحمد لله. رشا ليك حكايه عظيمه، عندها صيدليه 12 سنه، حلم الوالد والوالدة، وبعد كده شفت كارير. صح. قفلت الصيدلية وراحت تعمل اللي بتحبه. حبيتي ايه؟ الكتابة والرسم. احكي لنا. عارف حضرتك الافلام لحظة الانلايت من دي اللي هي؟ ايوة. انا عايز اعرف اللحظة دي حصلت ازاي. حصلت ازاي اللحظة دي؟ بص، هي كانت تراكمات حاجات كتير. يعني مامتي الله يرحمها توفت 2011، وانا فضلت فتره طويله جدا يعني متظاهره بالقوه والمتانه، وبعدين مع الوقت بقى بدا يحصل الدروب النفسي ده، والكتابه هي اللي ساعدتني اخرج بقى بره كل الحزن. فرغتي كل احاسيسك على الورق والقلم. بالظبط. وبعدين الموضوع اتطور بقى، لقيت الموضوع دخل في الرسم. يعني بدات ارسم الحاجات اللي بكتبها، بقيت يعني موهبه وفن. بقيت تبلور لرسومات، بقيت اكتب وارسم وبعمل الاثنين مع بعض بقى دلوقتي. طيب كتبتي ايه؟ كتبت 3 اعمال ادبيه. اسمهم ايه؟ اول واحد كان روايه، كانت في الف فانتازيا، اسمها حكايات هيام في 7 ايام. وتاني واحده كانت مجموعه قصصيه، كانت اسمها متاخد من اغنيه نسبح ذكريات، اللي هي تلحين بليغ حمدي وغناء ورده. انا متاثره جدا بالفن والافلام والمسلسلات. واخر واحد كان اسمه حار منعش لطيف، كان نصوص قصيره بالرسومات بتاعتي. يعني الجوكر في الادب، نقول ان شاء الله باذن الله. واضح كده. بتمنى لك كل التوفيق يا رشا. مروة ومحمد الرفاعي برحب بيكم، هنتكلم مع بعض وسط الحلقة. نحيي كلنا فريق كوماندوز. قبل ما نبتدي النهاردة معانا ضيوف في البرنامج. ضيوف احنا عارفينهم
كويس جدا جدا. أبطال أبطال بجد، تألقوا في الموسم العاشر ورجعوا بالكاس. ميدو وجيه برحب بيكم. ازيك يا وجيه؟ الحمد لله تمام. وجيه ألف مبروك، دخلت كلية الطب القصر العيني. فعلا ألف مبروك، برافو عليك. شكرا. قول يا وجيه، ايه اللي جابك النهارده؟ جاي اشجع عاصم يعني، هو يعني جالنا كتير في المدارس يعني، فلازم احضر معاه يعني وبشجعه يعني. افضل لاعب في الموسم العاشر جاي يشجع اللاعب المثالي في الموسم الاول لاصحاب. وجي حققت حلمك الحمد لله ودخلت كليه الطب. قول يا وجي، عايز تتخصص ايه باذن الله؟ لسه ما حددتش بالظبط، بس ان شاء الله يعني جراحه. احتمال كبير تروح للجراحه باذن الله. وجي سمير برافو عليك واتمنى لك كل توفيق. شكرا. واشكرك يا وجي انك حضرت معانا هنا، واتمنى ان احنا نشوفك دايما في مواسم مختلفه باذن الله. تفضل معانا كده لما تشارك في الاصحاب كمان وفي العائلات كمان. وفي العائلات طبعا. ميدو، ازيك يا ميدو؟ الحمد لله تمام. الف مبروك انضمامك لجامعه النيل. الله يبارك في حضرتك. دخلت بيزنس؟ تمام ما شاء الله. قول لي بتفكر في مستقبلك ازاي؟ فكر برضو ان انا اتميز في الكليه بيزنس، مجالاتها كتير وشغلها حلو، ففكرت الاول انا اتميز فيها واخد ستيب باي ستيب يعني سنه بسنه اتعلم اكتر واقوي بقى مهارات تانيه، وابص الهوايات اللي انا كنت راكنها عشان فتره الثانويه كانت صعبه شويه يعني، انا بحب اكتب وبحب اعمل حاجات تانيه، فقلت اركز في الحاجات دي وهو يعني ان شاء الله. اجواء ان انتوا كسبتوا الكاس كان مردودها ايه في المدرسه؟ لا اكيد طبعا احنا بقينا مشهورين نسبيا في المدرسه يعني، ولو رحنا مشوار بيتصوروا معانا وكده، وبتحط المدرسه يعني من اول قديمه بس بقت دلوقتي معروفه اكتر، وحتى الطلاب يعني عايزه تشوفها. هي مدرسه أكتر. عريقه يعني. انا عندي كتاب، عندي كتاب كتاب كامل فيه اسماء الناس اللي اتخرجت من مدرسه السعديه. هنضيف اسمنا انا واجه فيه. حقكم حقكم طبعا. برحب بيك يا ميدو. برحب بيك، اشكرك. وطبعا لازم نرحب باسماء من احتياطي فريق كوماندوز ومامة داليا مصطفى اللي منورانا في الاستوديو ومعاها بيبي. مين البيبي ده يا داليا؟ بنتي. بنتك؟ ما شاء الله. اسمها ايه؟ ليلاس. ليلاس، يعني ايه ليلاس؟ اسمه زهرة، زهرة ليلاس، لونها بنفسجي. زهرة ليلاس، اسم جميل. ربنا يخليها لك. ربنا يخلي حضرتك يا مستر. نرجع لماتش النهارده ومعادنا مع المباراه الثانيه في المجموعه الثانيه واللي بتضم الفراعنه ابن سينا في اي بي والكوماندوز. العباقره اصحاب ست فقرات، العلم، المعرفه، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجله الحظ. واول حاجه هنبتدي بيها هي سؤال السرعه. سؤال السرعه. والسؤال هو: ما هو الاسم الأول للسباح الراحل أبو هيف؟ تمساح النيل. عبد اللطيف. عبد اللطيف أبو هيف طبعا إجابة صحيحة. عاصم عز الدين، مين اللي هبتدي؟ هما في آي بي. شفتوا بقى؟ بيرمي الكرة في ملعبنا بقى. دي دبلوماسية. في آي بي هتبتدوا الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. في اي بي سؤال في جغرافيا. في جوكر؟ لا أكيد طبعا. أكيد لا، لسه أول ماتش فعلس. جغرافيا. والسؤال هو: في أي من دول جنوب شرق آسيا تقع جزيرة ميندورو؟ مساحتها حوالي 10500 كيلومتر مربع، جزيرة سياحية. من دوره ياسمين، إجابتك؟ إندونيسيا. إندونيسيا إجابة خاطئة. في إجابة؟ عاصم إجابتك؟ الفلبين. الفلبين بعشر نقط، إجابة صحيحة. الفلبين أول عشر نقط يخطفهم الكوماندوز من في اي بي. ودلوقتي عندنا السؤال الثاني في جغرافيا كوماندوز. جغرافيا. والسؤال هو: ما هي ثاني اصغر دول قاره امريكا الجنوبيه من حيث المساحه؟ ما هي ثاني اصغر دول قاره امريكا الجنوبيه من حيث المساحه؟
مساحتها حوالي 176,000 كيلومتر مربع. عاصم إجابتك سورينام. ميدو ووجيه مش موافقين وسورينام الأصغر. إجابة خاطئة، مش سورينام. في إجابة ترجعوا بقى العشر نقط. داليا بوليفيا. بوليفيا طبعا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. بيرو، الأرجنتين، أوروغواي، تشيلي. بيرو. أنا كنت مجاوبها الأول. مش معنى أنك مجاوبها الأول أنها صح. محمد الرفاعي إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أوروغواي. ودلوقتي عندنا سؤالين في التاريخ. أول سؤال لفي آي بي تاريخ، والسؤال هو في عهد أي قيصر روسي قامت الحرب الليفونية في القرن السادس عشر؟ في عهد أي قيصر روسي قامت الحرب الليفونية في القرن السادس عشر؟ فات 8 ثواني بين روسيا والسويد. طبعا السويد كانت محتلة دول البلطيق. كان هدف روسيا تأمين التجارة على بحر البلطيق. في إجابة؟ نيكولا الثاني. إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. ألكسندر الأول، إيفان الرابع، بيتر الثالث، بطرس الأكبر. بحب أنا الناس اللي بتاخد الريسك. برافو عليك. إيفان الرابع. إيفان الرابع بعشر نقط أو بناقص 5. في آي بي هتبتدوا بعشر نقط. إجابة صحيحة. إيفان الرهيب، برافو عليكي يا داليا، خدت الريسك وخدت عشر نقط، والنتيجة 10 في آي بي، 5 كوماندوز. وكوماندوز عندك سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو تم فرض الحماية البريطانية على مصر في عهد أحد ملوك بريطانيا عام 1914، فمن هو؟ اتفرضت الحماية البريطانية على مصر بعد ما تم عزل عباس حلمي الثاني وتنصيب السلطان حسين كامل. عاصم إجابتك جورج الخامس. جورج الخامس يا عاصم إجابة صحيحة. فعلاً جورج الخامس. برافو عليك يا عاصم، 10 نقط وكل نتيجة 15. الكوماندوز في آي بي 10 وعندكم سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو النوم عند قدمي الجبل هي مجموعة قصصية لأديب عربي، فمن هو؟ اتنشرت 2014. أديب عربي مشهور جدا. أحمد محرم. إلياس الخوري، لبناني. إلياس خوري إجابة خاطئة. في إجابة؟ عبد الوهاب عساوي. عبد الوهاب عساوي ده حصل على جائزة البوكر. عاصم إجابة خاطئة. دلوقتي عندنا أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. حمور زيادة، وسيم الأعرج، حيدر حيدر، إبراهيم الكوني. حمور زيادة. أنا مش عارف النهاردة حلقة الريسك. إيه ده ميدو موافق؟ أنا قرأتها قبل كده بس ناسي، بس للأسف. دول موافقين. وهم طبعا زيادة كانوا بياخدوا الجوكر في الأدب. يبقى أكيد إجابة صحيحة. حمور زيادة هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أحمد، غيرت نتيجة 20 في آي بي. كوماندوس 15 وعندكم سؤال في الأدب. في جوكر؟ لا هو كل سؤال سهل. مش هقول لك ولا هقول لك سهل ولا صعب. أنا من وجهة نظري هو سهل. في جوكر؟ لو اتنين زباط ماشي هاخد جوكر. لا مش اتنين زباط. أدب،
والسؤال هو: من هو الأديب المصري المعاصر مؤلف رواية مكت القاهرة؟ اتنشرت 2021 رواية جديدة وصاحبها حصل على جائزة الدولة التشجيعية، مين؟ 5 ثواني. عاصم محمد إمام. إجابة خاطئة. أحمد محرم. هو تخمينة طارق إمام. هو عشان قال محمد إمام. أنا قرأتها برضو بس فعلا بنسى، يعني لو باختيارت مو أجيبها. طارق إمام إجابة صحيحة. يا عاصم، طارق إمام مش محمد إمام. برافو عليك يا أحمد، غيرت النتيجة. 30 في آي بي، 15 كوماندوس. آخر سؤالين في الفقرة في العلوم في آي بي، آخر فرصة للجوكر. ده اللي عايز الجوكر برضه، ما حدش عايز الجوكر. علوم، والسؤال هو: حصل العالم ماكس تايلر على جائزة نوبل في الطب عام 1951 لتطويره لقاحاً لأحد أنواع الحمى، فما هي؟ حصل العالم ماكس تايلر على جائزة نوبل في الطب عام 1951 لتطويره لقاحاً لأحد أنواع الحمى، فما هي؟ ده طبعاً من جنوب إفريقيا. ابتدى تجاربه على الفئران و1937 نجع اللقاح على الإنسان. عجبني قوي إن أحمد وياسمين ومبروك اتناقشوا سوا، وداليا جاوبت لوحدها، عجبني جدا. بس عندك حق، لأن 19 ثانية. إجابتك تايفويد. حمى تايفويد، إجابة خاطئة. هنشوف بقى الدكاترة وصيدلة ايه اللي هيحصل بقى في السؤال ده، مين اللي هيجاوب؟ انت النهارده راس حربه، بتجاوب انت على كل الاسئله. اجابتك ملاريا. يا عاصم، اجابه خاطئه. اثبت ان المرض ده سببه فيروس وليس جرثومه. 4 اختيارات: حمى صفراء، الحمى الصيفيه، الحمى الروماتيزمية، الحمى القلاعية. انتوا فريق الريسك والله، مش عارف انتوا حكايتكم ايه. طيب بص، هو انا اول اختيار جه في دماغي اول لما سمعت السؤال الحمى القلاعية، جت صح جت غلط، يعني اهو ريسك بريسك. موافق يا احمد؟ لا مش موافق. اعطيني الحمى الصيفية. صيفية، انا موافقة. حمى صيفية غلط، فتمام. والحمى القلاعية اجابة خاطئة. ايوه، الحمى الصفراء. نتيجه اتغيرت، في اي بي بقيتوا 25، كوماندوس 15. وكوماندوس عندكم اخر سؤال في الفقره في العلوم، يعني يا دكاتره هتاخدوا الجوكر ولا لا؟ ايه رايكم؟ لا مفيش جوكر. ليه مفيش جوكر؟ مروه شكلك عايز تاخد الجوكر. يعني انا برايي الاغلبيه عايزه، بس هم خلاص هم الاثنين مش موافقين. الأغلبية بتقول إيه؟ الأغلبية بتقول مش عايزة. لأ، هتندموا. علوم، والسؤال هو: ما هي الغدة المسؤولة عن إفراز هرمون الكاتيكولامين؟ الكاتيكولامين. 10 ثواني. مروة، ما خدتوش الادرينال جلاند اللي هي الكظريه، الغده الكظريه، وما خدتوش جوكر. وانا قلت لكم هتندموا، قلت ولا ما قلتش؟ الحمد لله. انا رايي كنت خدتوا 20 نقطه. دكتوره مروه، ازيك يا دكتوره؟ صحيح. الحمد لله بخير. عجبني جدا ان انت متخرجه من اسنان القاهره وفي نفس الوقت اتخرجتي من اداب علم نفس وبتشتغلي الاثنين. احكي لي عملتي كده ازاي. هو انا بحب اعرف نفسي ان انا مروه وبعمل شويه حاجات بحبها، فلما بيبقى في حاجه بحبها يعني بخش فيها لحد العمق اللي انا حباه. يعني
فأنا دكتورة سنين، أنا بدرس في الجامعة في القصر العيني، وبعدين لقيت نفسي بحب علم نفس وقلت أجرب أدرسه كده فعجبني فأخدت ليسانسير. ما شاء الله. مروة طبعا إجابة صحيحة، 10 نقط كانوا ممكن يبقوا 20 نقطة، ولكن خافوا ياخدوا الجوكر الكوماندوز، وبكده نتيجة اتغيرت، تعادل 25-25. سؤالين بس ما جاوبوش في الفقرة الأولى، هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 50 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 1500 جنيه بما يساوي 75 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لرعاية أبطال مصر الرياضيين.